ويا هلا، عندنا النهاردة كوفية سهلة جدا، بسيطة قوي، والمبتدئين هيتبسطوا معانا الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. لو لسه اول مرة تشرفونا، انا كريستال، بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو، وحتى الكروشيه العادي وشوية حاجات صغنططة كده. المهم كوفيتنا النهاردة هنعملها بالخيط الغامق قوي ده، وما تتضايقوش عشان انا بشوف الكومنتات دي كتير، وانتوا عارفين ان التوتوريال بيكون تحت الفيديو. بس ماشي، الخيط اهو، خيط اسمه ريو، طبعا خيط ده ستوكات، هو 100 جرام او 252 ياردة، 230 متر، زي ما بتحبوا تحسبوا. الخيط طبعا مش بيتكوي، والغسيل بتاعه بيكون يدوي، وكان رخيص في وقتها شوية بسيطة، وعشان كان معبأ في مصر وهو جاي اصلا من تركيا. اوكي، هنشتغل بالخيط ده. الخيط ده هو الخيط اللي انتوا شايفينه حاليا، ودي تفاصيله. هنشتغل بيه كلون فاتح، هنعمل كوفية بغرزة تحفة قوي. الغرزة يعني يقال ان هي انثوية، ولكن هتشوفوها بشكل رجالي وخشنة كده وشكلها حلو، يعني هسيبكم انتوا تحكموا. هنستخدم مع بعض ابرة رقم 4.5، وده يعني شوية صعوبة. لو حابين تسهلوا على نفسكم حاجة بسيطة، فانتوا استخدموا مع الخيط السميك ده، لان الفتلة مش رفيعة خالص، استخدموا معاها ابرة رقم 5.5 لحد رقم 6، هتبقى تحفة قوي، وطبعا هتكون رخوة وناعمة. اوكي، للشراشيب، لان احنا هنعمل شراشيب، يا اما ابرة 4.5 بنفس مقاس الكوفية او السكارف بتاعنا، يا اما تجيبوا ابرة تكون بصها صغير، ودي هتسرع عليكم الاداء اكتر من نفس رقم الابرة. لتوصيل البكر مع بعضه هنستخدم مع بعض ابرة تنظيف، وزي ما انتم شايفين ده شكلها للي لسه اول مرة يشوف ابرة التنظيف، وطبعا المقص والمتر وكل الحاجات اللذيذة دي. ويلا بينا نبدأ. طبعا هنعمل مع بعض حوالي 46 سلسلة، تقدري تقطري عن كده او تقللي على حسب انت هتستخدمي ابرة رقم كام وسمك الخيط اللي انت هتستخدميه. دي ملهاش اعداد معينة او ان هي ليها يعني تكنيكال معين كده واحنا شغالين، لا خالص، براحتك تماما. انا هشتغل معاكم باللون ده، وهشتغل معاكم برضو بابرة رقم 4.5، وهتشوفوا الفرق ما بين ابرة 4.5 مع خيط رفيع، وابرة 4.5 مع خيط تخين وغامق. اوكي، طبعا مش هشتغل معاكم بالغامق خالص، هشتغل معاكم بس بالفاتح. ولو مستعجلين قوي، روحوا على التوتوريال بتاع الغرزة، هتلاقوه موجود معاكم في صندوق الوصف، تقدروا تشتغلوها ببساطة شديدة. طبعا هنعمل 46 سلسلة، ومش في الخيط ده طبعا هعمل 46 سلسلة ولا حاجة، ولكن ده العدد اللي انا اعتمدته اثناء عمايل الكوفية. اي عدد من السلاسل، وهي طبعا مش مرتبطة باعداد زي ما قلت من قبل. من الافضل واحنا بنعمل اي كوفية ان احنا ناخد من ظهر السلسلة. ليه من ظهر السلسلة؟ طبعا هحط شراشيب بعد شوية، هيكون ليها منظر. كمان التقفيل في اخر حاجة موجودة معانا هتفرق جدا في الفينش الاخير، فيفضل ان انتي تاخدي من ظهر السلسلة مش من وشها. من كل كده السلاسل اللي موجودة قدامي دي، طبعا ظهر السلسلة بيكون بارز قوي اهو، وشها زي ما انتم شايفين. من ظهر السلاسل وكل حاجة معايا على الابرة زي ما انتم شايفين كده، كل حاجة موجودة معايا على الابرة. ولو لسه اول مرة بتسمعوا الموضوع ده ولسه جديد بالنسبة لكم، روحوا على دروس تعليم التونسي، هتلاقوها برضو موجودة في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين. بعدين برتفع سلسلة، ودي مهمة لان هي بتخليلي الصف هنا زي الصف هنا، ما بيبقاش فيه ميل من هنا. لو نسيتي الارتفاع ده بيكون عندك فيه ميل، فبترجع بعد كده تقولي ان الكوفية بتاعتي عاطية ميل كده، واعمل ايه؟ طبعا دي ملهاش اي علاج، ولازم طبعا هتفكي. فمن البداية ارتفاع السلسلة ثابت معانا في كل وقت، وبسحب كل اتنين مع بعض، كل اتنين مع بعض اللي هي على الابرة وواحدة جنبها بالطريقة دي. طبعا الخيط ده لتاني مرة ندخله في كوفية، وواحدة تريكو وواحدة كروشيه تونسي، والاتنين مختلفين جدا 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 عن بعض، والنتيجة حتى غير. فانتوا بتحبوا
مين فيهم اكتر انا بصراحة مش متأكدة، ولكن انا عجبني الاتنين زي بعض بالظبط. بصوا ده صف البداية، غرزتنا قايمة على غرزتين من قبل احنا اخدناهم، هي الغرزة المقلوبة والغرزة البسيطة، والاتنين بساط جدا. من الافضل ان احنا ما ندخلش اول سلسلة على الابرة ولا اخر سلسلة في الصف، ليه؟ عشان يطلع معانا الاطراف نظيفة قدر المستطاع، فمش هندخلهم خالص لا غرزة بسيطة ولا غرزة مقلوبة. غرزة بسيطة زي ما انتوا شايفين طرف السلسلة اللي ناحيتي اللي من ورا انا ماليش اي علاقة بيه، اوكي، وهسحب. تمام كده غرزة مقلوبة، بلف على الابرة لقدام، وايوة اللفة دي بتأثر، ما ينفعش الفها بالطريقة التقليدية في الكروشيه، وبرضو هدخل كأني هعمل غرزة بسيطة وانزل اللفة اللي على الابرة وبعدين بسحب. مرة كمان غرزة بسيطة طرف السلسلة اهو، وبسحب لفة على الابرة اللي قدام، وبرضو طرف السلسلة انزل اللفة وبعدين بسحب، ودي غرزة مقلوبة. يبقى هي ماشية على غرزتين، غرزة مقلوبة وغرزة بسيطة، والاتنين طبعا سهلين جدا، وعلى طول على طول بالتبادل، بمعنى ان انا على طول بعمل غرزة مقلوبة غرزة بسيطة طول الوقت لحد طبعا ما ينتهي معايا الصف. هنا دلوقتي فاضل اتنين غرزة زي ما انتم شايفين، فعلى طول اخر غرزة بالنسبة لي هي غرزة بسيطة، نهاية الصف انا مش هعمل فيه اي غرز. طبعا ينفع ان احنا نعمل فيه غرزة سواء بقى هي هتكون مقلوبة او بسيطة مش هتفرق، ولكن من الافضل ان انا اعمل كده، اخد السلسلة وارتفع سلسلة وما دخلهاش خالص في الحسبة بتاعتي، على اساس ان الاطراف زي ما هي اليمين كده ماشية مستقيمة كده ومفيش اي انبعاجات فيها، هنا برضو هتكون نفس الطريقة، فيطلع معايا كوفية زي المسطرة، اوكي. وبعدين هرجع اسحب كل اتنين مع بعض. طبعا لحد دلوقتي الغرزة بتاعتي مش بارزة، شكلها عادي كده، بتبتدي تبرز معايا الغرزة من الصف الخامس او اكتر على حسب عرض الكوفية بتاعتك قد ايه، ولكن يعني هتبتدي تبان معانا شوية كده معلمها من خامس او سادس صف. طبعا احنا ابتدينا بغرزة بسيطة، يبقى هنعكس بمعنى ايه؟ يعني هنعمل زي تبادل، ما ينفعش طبعا ان انا اشتغل هنا على طول بسيطة وهنا على طول مقلوبة، يبقى شكل الغرزة بتاعي ما تكونش، ولكن هعمل العكس تماما. يعني لو الصف اللي من تحت ده بدايتها غرزة بسيطة يبقى فوقيها مقلوبة، لو بدايتها مقلوبة يبقى فوقيها غرزة بسيطة بالشكل ده كده. ادي غرزة مقلوبة، طبعا اللي بعدها على طول غرزة مقلوبة، يبقى ايوة غرزة بسيطة وراها على طول غرزة بسيطة اهي، يبقى لفة على الابرة، ادخل في طرف السلسلة، نزل اللفة وبسحب، وكده بتكون معايا غرزة مقلوبة، وهكذا لحد ما بخلص الصف. طيب الصف اللي بعده نفس النظام، هعكس برضو بنفس الاسلوب، يعني لو هنا غرزة مقلوبة وليها اهي موجودة، يبقى فوقيها هتكون غرزة بسيطة، وهكذا لحد ما بخلص الكوفية بتاعتي كاملة. كده اظن الغرزة ولا ابسط، سهلة جدا فعليا، في اقل من 3-4 دقايق فهمنا الغرزة كلها ماشية ازاي، انظمها صعبة او سهلة، ما فيش اي تركيبات فيها، واسهل بكتير من غرزة النسيج اللي انتوا اصلا اتعلمتوها واتقنتوها، ودي يعني بالنسبة لها ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين هنا اهي غرزة بسيطة، يبقى لف على الابرة القدام، طرف السلسلة، انزل اللفة وبسحب، اخر غرزة، وطبعا بلاش ناخد الطرف ده بس، لا ناخد الاتنين، احنا بنعمل كوفية والكوفية تحب التظبيط. ارتفع سلسلة وكل اتنين غرزة مع بعض، وزي ما انتوا شايفين على طول بدأت تكون بارزة، ترى زي ما انتوا شايفين شكلها على طول بارز كده ومميز، بالذات في الالوان الفواتح. زي ما انتوا شايفين هنا اهو غرزة مقلوبة، فعلى طول هشتغلها غرزة بسيطة
طرف السلسلة وبسحب. تمام. الغرزة اللي جنبها غرزة بسيطة فهشتغلها مقلوبة، لف على الإبرة طرف السلسلة، أنزل اللفة وبسحب اللي هي مقلوبة، طبعا بشتغلها بسيطة. التبادل ده على فكرة هو اللي بيعمل معايا الغرزة نفسها، غرزة عيش النحل كلها قايمة على التبادل ما بين الغرزتين دول. بشتغل صف كده والصف التاني عكس على طول فبيبرز. طبعا هنا اهي غرزة مقلوبة بشتغلها بسيطة، لف على الإبرة، هنا غرزة بسيطة اشتغلها مقلوب، وهكذا لحد ما اخلص الصف بتاعي. اللي حاسس ان التوتوريال ده مش كفاية زي ما قلت لكم روحوا على صندوق الوصف هتلاقوا التوتوريال بالتفصيل موجود عندكم، تقدروا تستفيدوا منه وتتعلموا اكتر واكتر عن الغرزة دي، بالذات لو حابين تعملوا منها سكارف، حاجة ضخمة عن السكارف يعني زي ما انتوا عايزين. اخر حاجة هنا دي كانت غرزة مقلوبة اهي فهشتغلها بسيطة. اوكي اسحب وارتفع سلسلة وبنسحب كل اتنين مع بعض. زي ما انتوا شايفين الغرزة قد ايه مميزة وشكلها حلو قوي. ايه رأيكم بقى تشوفوا الكوفية الاساسية؟ ترى زي ما انتوا شايفين الكوفية اهي، وطبعا لون غامق جدا نسبة للون الاصفر، بس زي ما انتوا شايفين قد ايه بيبرز في الالوان الفواتح بالذات في اللون ده. يعني عيش النحل معروف باللون العسلي الداكن ده وبيطلع حلو قوي، بس كمان في الغوامق ما نستغناش. زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي مميزة جدا. ابرة 4.5 مع الخيط الخفيف الاقطان. شوفوا قد ايه السمك خفيف. الغرزة بتاعتي رخوة جدا تمام وناعمة كده وانثوية. بالنسبة للخيط السميك مع نفس نوع الابرة ونفس الشكل وكل التفاصيل دي، شوفوا قد ايه الغرزة بتاعتي واقفة كده زي المسطرة. تمام. طبعا هي هاردة قوي وهتاخد لها وقت عبال ما تبتدي ان هي تكون يعني بالملمس ده او بالشكل ده، طبعا الوقت ده سنين. اوكي. ولكن زي ما انتم شايفين قد ايه السمك بتاعها مع التفاصيل الالوان. تختاري بقى اللون الفاتح، تختاري اللون الغامق زي ما انت عاوزة. يلا بينا ننتقل على مرحلة التقفيل ونروح على طول ونعمل احلى شرشيب للكوفية بتاعتنا. ترى زي ما انتم شايفين شكلها كيوت بس هي ناشفة جدا عشان نكون واضحين. حاليا لحد دلوقتي كده عملت منها حوالي 1.15 أو 1.20 سنتي. تحفة بجد. العرض ده 26 طبعا عريضة مش قليلة، والطول ان شاء الله ان شاء الله يعني هيكون حوالي 2.5 متر 3 متر يا ريت، لان هما بيحبوها طويلة. وهتاخد مني حوالي 7 بكرات. ممكن استهلك التمنة ان انا اعمل ليها شراشيب وممكن ما استهلكهاش، فاخلصها وارجع لكم ان شاء الله. ترى زي ما انتم شايفين الكوفية بقى شكلها عامل ازاي، ودلوقتي هنقفل مع بعض. طبعا عشان اقفل انا هقفل الصف ده تحديدا، فانا هشيله تمام وارجع اقفل بيه عشان ما استهلكش بكر تاني، لان هي خلاص يعني هي بقت تمام قوي. فاول غرزة مثلا عندي هي غرزة مقلوبة تمام، فانا هسحبها الاول. اوكي. وطبعا احنا بنقفل بطريقة الغرزة، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعمل الغرزة وبعدين برجع اعمل منزلق كده. اوكي. اللي بعدها غرزة بسيطة اهو، اسحب وارجع اعمل منزلق. اوكي. لف على الابرة لقدام، طرف السلسلة اللي قدامي، انزل اللفة واسحب، وانا بسحب بعمل كمان منزلقة اللي هو باخد دي اوديها هنا كده كده. انا بكون قفلت القطعة بتاعتي دي. هنا غرزة هي مقلوبة فانا هشتغل غرزة بسيطة فيها، اتنين بيكونوا على الابرة، باخد ادي اهي غرزة مقلوبة
طرف كده الإبرة، أخدت طرف السلسلة الأمامي بس، سحبت تمام، بيبقى معايا اتنين على الإبرة، بعدين بطلع من واحدة منهم كده بتكون منزلقة، لفة على الإبرة لقدام لفة كده تمام. في بنات كانوا بيقولوا احنا متعودين على اللفة دي، اللفة دي بتدي منظر تاني خالص لغرز تانية خالص، لكن اللفة دي بنستخدمها في غرزة النسيج والغرزة المقلوبة تمام اهو. بعدين انزل اللفة وارجع اسحب اوكي، واطلع كمان من التانية. بالطريقة دي الكوفية بتاعتي بتتقفل وببساطة شديدة وبدون اي تعب ولا اي انحرافات في الغرزة، وممكن مثلا اقفل بطريقة مختلفة فيطلع معايا الجوانب كده اوسع كده ومبروشة من الزوايا. لا، الطريقة دي لما تقفلي باسلوب الغرزة نفسها ده بيسهل عليكي اكتر، ان انتي كأنك شغالة صف عادي وفي الوقت نفسه انتي بتقفلي، فمش بيدي ابدا منظر متنافر مع الغرزة، شكلها بيبقى عجيب، مثلا التقفيلة الديل شكله مش حلو، والتفاصيل دي كلها احنا بنكون في غنى عنها. اخر حاجة اللي هي الجوانب، اللي دايما كنت طول الوقت بقول لكم ما ينفعش ندخلها في حسبة الاصفف، لا هي مقلوبة ولا هي عدلة، بناخدها كده طرفين السلسلة وده بيكون شكلها نظيف قوي، وساعتها بنقفل بشكل مظبوط. وبس زي ما انتوا شايفين دي الكوفية بتاعتي، اطراف نظيفة قوي، شكلها منظم، ويلا بينا على طول نعرف المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعد كده ان انا عاوزة اركب شراشيب. طبعا اهي طول الشراشيب دي تحديدا تقريبا حوالي 35 سنتي ل 34 سنتي بالظبط، فانا عملت منها كمية. طبعا انا ما استهلكتش الثمان بكرات، انا استهلكت سبع بكرات، والباقي البكرة الاخيرة خليتها للفينش اوكي. ابرة 4.5 برضو ولكن صغنطوطة، ومش حتما نفس المقاس ولا حاجة، لا عادي جدا. بناخد كل واحدة كده فتلة منهم بتنيها مرتين. طبعا مش اول مرة مركب شراشيب اوكي اهو، واسحبها واطلع منها كده، بيكون معايا الشراشيب. طبعا انا بدخل في كل سلسلة عملتها، وده لسبب بسيط، ان احنا هنجدل الشراشيب دي بعد شوية وهتشوفوا طريقة الجديلة قد ايه ممتعة وحلوة. ولكن زي ما انتوا شايفين ما ينفعش، مثلا زي ما انتوا شايفين كده اهو الشراشيب كلها من هنا كده اهي مكسية، هنا في فرق طبعا اتنين مفروض يتحطوا، فلو ملاحظين هتحسوا انه هنا في شوية شبه فراغ تمام، لكن هنا مكسية تماما. هو ده اللي انا عاوزاه في الشراشيب بتاعتي. بصوا يا امارات، دي الفتلة اللي هي كانت بتاعت التنظيف اخر حاجة، طبعا ايه يعني شطبنا وقصنا الخيط، فانا هعمل دي كده معاها. اول حاجة هعملها ان انا هوازي الاطوال بتاعتهم، ان هما التلاتة يكونوا قد بعض. طبعا كده كل الشراشيب خلاص تمام، مفيش اي حاجة، ولو حصل وفي مثلا فواصل صغنطوطة زي كده، فاللي هو هاخد واحدة وهعمل بالطريقة دي وكده ايه دان، مفيش اي حاجة طبعا زي ما انتوا شايفين فيها اي فاصل يذكر، وده هيكون على اساس بعديها الجديلة اللي هتتعمل اوكي. بس زي ما انتوا شايفين مفيش اي يعني غرزة ما فيهاش شراشيب، وده مهم جدا. الطريقة دي زي ما هي كده تطلع شراشيب تحفة قوي وتنفع سواء حريمي او رجالي، ولكن الحركة اللي هنعملها دلوقتي بتخلي الشراشيب دي مع الشقة ومستحيل مستحيل تطلع. ترى بصوا الفرق ما بين الشراشيب دي والشراشيب اللي تحتها، طبعا دي شراشيب عادية خالص ودي شراشيب مجدولة، بصوا شبه الحبال بالظبط، كأن في حبال هنا كده في الديل وبعدين طلعت الكوفية، فده بيديها منظر حلو قوي، وطبعا منظر خشن نوعا ما لانه بيكون رجالي. في الحريمي ممكن اعمل جديلة زي دي وبعد كده ارجع اعمل ضفيرة او اعمل شراشيب اللي هي الكتلة زي ما كنا بنعملها قديما، فتطلع شكلها حلو قوي وفيها تنافر كده.
لكن الرجالي احلى حاجه ليها الشراشيب اللي من النوعيه دي كده، بتكون هارد وشكلها حلو. طبعا مش معنى ذلك ان الشراشيب التانيه انا ما عملتهاش رجالي، لا عملتها رجالي وكل حاجه وطلعت حلوه جدا. دلوقتي تعالوا بقى نعمل الجديله. الجديله مش صعبه خالص، الجديله حاجه سهله جدا، احنا عملناها طبعا في فيديو الشراشيب لوحدها كده، بس هنعملها مره تانيه. كل واحده بيكون فيها اتنين، الخيط يكون ليه طريقه في اللف، يعني هو مبروم من اتجاه معين. طبعا بيكون معانا ميه او حاجه، وبنبل صوابعنا ميه وبنمسك كل واحده كده منهم ونفضل نلف كده. شايفين عامله ازاي دلوقتي؟ بصوا بقت مبرومه ازاي، لكن ليه مش مبرومه باينه اهي، تمام؟ بصوا، وكمان هتلاقوا المقاس ما بينها وبين اللي جنبها بدات تكون اقصر. اوكي، التانيه كده انا الاتنين اهم بربطهم، طبعا لسه هما كده مش مجدولين. الجديله بقى ان انا امسك كده كل واحده مع التانيه كده وافضل الف كده ما بينهم. طبعا كده غلط. ليه بقى غلط؟ بصوا كده هي مش عاطيه منظر الجديله، لان الاتنين في نفس الاتجاه. يعني انا لو برمت دي كده ناحيه اليمين ودي ناحيه اليمين، ما ينفعش اجيب الاتنين اتجاه اليمين والف. اوكي، مش هيطلع اصلا اي حبل يعني، واول ما اجي اربط من تحت مش هتلاقي اي شكل، هيرجعوا تاني زي ما كانوا. لكن بصوا بالطريقه دي اهو، طبعا كل واحده عكس التانيه. شايفين دلوقتي على طول الحبل بتاعي باين ومجدول كده على بعضه اهو. بصوا كل مره كده، ولما بحس ان الحبل معايا اللي انا بجدل فيه فك، برجع تاني ادوره كده بصوابعي، بيرجع يتجدل مرة تانية. طبعا انا ممكن اجدلهم بدون ما انا اقعد ابرم الفتل سلفا، ولكن الفتل دي شوية هارد فحبيت اديها المنظر ده اكتر. وفي الوقت نفسه كمان الخيط نفسه مش مجدول على بعضه، لان هو يعني متجاب ومتعبي في مصر. يعني ايه؟ يعني انه الخيط ده طبعا بما انه استوكات، وطبعا في كتير ربنا يسهل لهم بيبيعوه على انه اصلي. انا عامله خيط كده ستاندر، لكن هو مش ستاندر لسبب بسيط. الفتله نفسها مش مبرومه، طبعا اتعلمنا الكلام ده السنه اللي فاتت وفهمنا الفروق يعني، ولكن اهي الفتله نفسها ما فيهاش اي جديله، فمش مبرومه كده على بعضها زي الخيوط الستاندر. وهتلاقوها كده بصوا، واحتمال احتمال بسيط جدا يعني لو الخيط اللي هو يعني درجه ثالثه ورابعه بتلاقوه في رفيع وتخين في نفس البكره، بس دي يعني كانت زي الفل ما شاء الله. بس هو الخيط مش مجدول، فانا لما بعمل الحركه دي انا بدي يعني قسوه زايده للفتله، فبتعيش اكتر تستحمل اكتر، وشكلها برضو بيكون هارد اكتر واكتر، فبيديني المنظر التحفه اللي انتوا شايفينه ده. بصوا على طول بقت حبل اهي، تتبرم بقى شمال يمين خلاص، هي طالما دي مربوطه كده اهو خلاص مش هيحصل لها اي حاجه. طبعا انا وريتكم الاداه اللي هي اداه جدل الشراشيب، هتلاقوها في الكومنتات تحت الفيديو في صندوق الوصف. الاداه دي حلوه قوي، ما تشتروهاش من الموقع التاني، اشتروها من علي بابا، اشتروها من اي مكان مختلف، وبلاش الامازون. اوكي، الامازون طبعا كله عارف انه مقاطعه فبلاش، يعني يفضل تشتروها من اي حته تانية. طبعا اغلبكم مش بيشتري من امازون امريكا وكلام من ده، بس هو يعني عامه اللي بيجيبه من هناك بيجيبوا من مواقع مختلفة، فانتوا روحوا على المواقع دي وريحوا دماغكم يعني. طبعا لو قعدت اجدلهم كده وفي الاخر ما ربطتش الفتلة فانا ما عملتش حاجة. هي اهم حاجة ان انت تربطي الديل بتاعها كده وهي هتفضل معاكي زي الفل اهو. تعالوا بقى نعملها ونجدلها غلط على اساس برضو تفهموا الفرق عامل ازاي. انا هظبط الاداء بتاعها خالص اهو، برمتها زي ما انتوا شايفين، هي يعني اغلب الاوقات مش بتحتاج ميه، بس يعني على فرض انه هتحتاج ميه وكده. بصوا هي كده الجديله مش تمام، لان لو ملاحظين الاتنين في نفس الاتجاه، حتى لو انا بصوا يعني مهتمه قوي ان انا افضل ابرم فيها كده. طبعا الكلام ده ينطبق على ان انا اصلا برمت الحبل او لا، هو هيطلع نفس الريزولت او النتيجه. بس اهو اوكي، وهرجع اعمل كده. بصوا بقى دلوقتي اول ما اسيبها ولا كاني عملت اي حاجه، فمهم قوي اتجاه الخيط ده على اساس كمان ما تضيعيش وقتك.
طريقة الفك بتاعتها قد ايه مزعجة، وتضطري تقطعي الشراشيب وكلام من ده. لأ احنا متفقين عن الصداع ده كله. طبعا خديها تسالي كده لان هي بتاخد وقت، بس لو عملتيها صح مش محتاجة اي وقت. وحتى لو عملتيها على الأداة المتوفرة دي لازم انتي هتجدليهم بايدك، يعني انا بس الأداة دي هتعملك الحركة اللي انا بعملها حاليا بصوابعي دي، اوكي، وترجع تلفهم مع بعض، اوكي مفيش مشكلة. الأداة فيها ميزة ان انتي بتقعدي تبرمي كده الحاجات دي على اقصى درجة للفتلة، طبعا الفتل دي لها قدرة تحمل، وبترجعي انتي بعدين تعملي الحركة دي، اوكي. فهي الأداة مش هتعملك الحركة دي، بس يعني لما تبرمها قوي تيجي انتي تحطي هيتجدله بزيادة قوي، فمش هتحتاجي طبعا المراحل دي كلها. زي ما انتوا شايفين اكيد في فرق رهيب دلوقتي ما بين اللي هي دي وما بين اللي هي دي. طبعا ليك الحرية على حسب الستايل اللي انت بتحبيه، ابتدي نفذي الطريقة اللي تناسبك. تعالوا بقى ايه نقيسها مع بعض ونعرف الكوفية بتاعتنا قد ايه. طبعا الكوفية دي معدية الاتنين متر بمراحل، واحلى حاجة فيها ان هي ما فيهاش فينش، يعني مش هنفنش الاطراف من اليمين او من الشمال، لان هي طبعا الخيط شديد وانا اشتغلته بإبرة 4.5، فده طبعا برضو اشد، اديت اسوأ اكتر للخيط مع ان الخيط نفسه هارد. لو اشتغلتيه بإبرة رقم 6، 5.5، 5 حتى، هتقل شوية معاكي كمية الخيط، تقعد اطول فترة ممكنة. تمام، الكوفية دي 3 متر إلا 3 سنتي بالظبط كده، طبعا من غير الشراشيب. يعني لو على حسبة الشراشيب بعد ما تخلص الشراشيب لوحدها 12 سنتي، فاحسبوا بقى 24 سنتي وتلاتة متر، يعني 3 متر 24 هنقص 3 سنتي، احسبوها انتوا. ولكن كوفيتنا 3 متر غير الشراشيب. وزي ما انتوا شايفين طبعا الكوفية بيكون ليها ظهر ووش، ده ظهرها وشكله حلو قوي، يعني ينفع برضو تلبس عليها، وده الوش بتاعها، وده مزجزج غرزة خلية النحل او عش النحل، غرزة مميزة قوي. طبعا اخدت وقت، وقت مش بطال، لان هي كانت هارد قوي مع ابرة 4.5، كانت هتبقى ابسط واسهل بكتير ابرة اخف من كده. اخف من كده بمعنى ان الابرة تكون كبيرة والخيط طبعا سميك، فكانت هترمي معايا كتير قوي، ولكن برضو عمرها ما كانش هيكون مطول قوي. فدي طبعا كوفية ال10 سنين زي ما بيقولوها، فتستاهل التعب وتستاهل الوقت وكمية الخيوط اللي بتتحط فيها، فبتكون مميزة قوي. وانتوا ليكوا الحرية والاختيار، طبعا لو هتعمليها على بنوتة، عملتيها على خيوط جنجا، او الخيط الاصفر التحفة ده، هتطلع قد ايه انثوية وشكلها حلو. فهي مش مقتصرة ابدا على رجالي او حريمي، بالعكس اعمليها زي ما انت عايزة وهتطلع تحفة فنية. الشراشيب بتاعتها قد ايه طبعا بتكون هارد كده ومميزة وهي مجدولة. لو حريمي اعمليها ميكس ما بين ان هي تكون مجدولة زي كده وشراشيب طويلة زي كده، زي الكوفية النبيتي ديت، كانت قد ايه شراشيبها حلوة قوي ومساوية جدا. الكوفية دي يعني مميزة قوي بالنسبة لي، واستخدمها لحد وقتنا هذا تحفة. طبعا كانت بخيوط ستاندر. الشراشيب لو طولتيها تدي شكل الفاشون قوي، بالذات لو هي حريمي، ولو رجالي برضو يعني في كتير قوي زي الصورة دي نزلتها لكم قبل كده على الجروب. الشراشيب بتاعت الكوفية دي طويلة قوي وكوفية عريضة جدا، طبعا احنا مش هنعرض الكوفية بالطريقة دي، الخيوط بقت غالية قوي، ولكن الشراشيب برضو في الرجالي بتكون طويلة عادي مفيش اي مشكلة، لان هي على حسب الذوق الشخصي، اوكي. وبكده كوفيتنا النهاردة تكون خلصت. شوفوا الصور هتظهر بعد شوية، واعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واعملوا فولو على الانستا وعلى التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة، وروحوا على الفيسبوك اعملوا متابعة هناك هتستفيدوا كتير. اللي عايز اي حاجة من المنتجات اللي بتشوفوها هنا هتلاقوها في صندوق الوصف الصفحة الخاصة بالكلام ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة، باي. غرزة عش النحل كلها قايمة على التبادل ما بين الغرزتين دول، بشتغل صف كده والصف التاني عكس على طول، فبيبرز معايا شكل الغرزة زي ما انتوا شايفين ادي. في
حد تاني ناوي يجي قولوا بس.